السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. فيديو ديال اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله عباره على واحد الاومليت بالبيض والشوفان، كوجبه للافطار صحيه. هذه الوصفه كتندرج في السلسله ديال الوصفات، بزاف ديال الاخوات كيطلبوا مني وصفات بالشوفان الوليدات وكذلك الرياضيين، ولينا حنا كاملين يعني وصفه صحيه كتجي زوينه. قدمت في القناه بزاف ديال الوصفات بالشوفان، ان شاء الله نخلي لكم صندوق الوصف الروابط ديال الوصفات اللي درت بالشوفان، منهم البانكيك وكذلك كوكيز. كاين وصفات ما عقلتش عليهم بالضبط، ولكن هادو بالضبط بجوج اللي عجبوا الناس بزاف وجاوني من فيهم تساؤلات، من خلالهم تساؤلات. ان شاء الله نقدم لكم الوصفه ديال اليوم، نتمنى تعجبكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. في المقادير كنحتاجو انا هنا الكميه هذه درتها لشخص، بالنسبه للناس اللي بغاو كميه كثيره تي دائما تيدوبلوا المقادير. انا هنايا هذه كميه الافطار لشخص. بسم الله على بركه الله. كنحتاجو جوج حبات ديال البيض، البيض ما كبيرش بزاف، غير صغير، كل واحد كيدير على حسب الرغبه ديالو. انا غنعطيكم المقادير ديال شخص، واللي بغى كيضاعف المقادير على حسب عدد الاشخاص. كنحتاجو جوج معالق كبار ديال الشوفان، الشوفان مغلي مرقيق، رقائق الشوفان او الخرطال. كنحتاجو كاس صغير، نص كاس ديال الحليب صغير ماشي كبير. كنحتاجو جبن او حبه ديال الجبن مثلات، ممكن عوضوها بجبن احمر يعني فروماج احمر، ولا ممكن استغناء عليها، هي كتعطي واحد الطعم زوين. كنحتاجو رشه ديال الملح، وكنحتاجو راس المعلقه ديال الابزار الفلفل الاسود، وكنحتاجو نص معلقه صغيره ديال الكمون، وكنحتاجو معلقه كبيره ديال زيت الزيتون باش غنطيبوه صافي باش غندهنوا المقله. والمقله اللي غنحتاجو باش نطيبوه مقلات غير لاصقه من الاحسن. بسم الله غادي نبداو. اول حاجه كنديروها هاد الحليب ديالنا، انا راه ديجا يعني فاتلي درتو فاض حتى غلا، حنا بغيناه سخون. كناخذو زلافه كنديرو فيها الحليب وكنديرو فيها الشوفان، وكنخليه حتى يتشرب مزيان هاد الشوفان حتى نحسو به رطاب، ما يبقاش قاصح باش ما يجيناش قاصح ملي نكونو ناكلو فيه الاومليت. غنخليه انا هنايا حتى واحد جوج دقائق وان شاء الله نكملو الوصفه. ودابا اخواتي هانتوما شوفوا كي ولات يعني الشوفان شرب مع الحليب وكيبرد. غنضيفوا ليه، ضروري ديروا الحليب ساخن جدا يعني تتفيضوه وتكبوه على الشوفان، كديروا رشه ديال الملحه، ولا كدرتوا الفرماج اولا الجبن ديروا بعين الاعتبار، نزيدوا شويه ديال الكمون الابزار، ديروا بعين الاعتبار انكم يعني الفرماج مالح بلا ما تكثروا الملحه، حيت عندنا هنا كميه قليله. صافي غادي نحاول انا هاد الفرماج نخلطو مزيان مع الشوفان بهذا الشكل، وغادي ان شاء الله نضيف ليه البيض. صافي دابا خلطتهم مزيان، غادي نضيف البيض. كتجي رائعه، واحد الخبيزه للفطور رائعه للوليدات والكبار باش اللي ماله، وكتجي بنينه الشوفان عرفتوه بنين، كتجي بنينه. ممكن ناكلوها غير بالفورشيط، ما نحتاجوش كاع ناكلو الخبز. بالنسبه للناس اللي كيتابعوا حيمياء كيبغوش ياخذوا الخبز، الا ما كتبغيش تكون ليهم الكرش. صافي دابا غادي نطربوا مزيان هاد المكونات، وغادي ان شاء الله ندوز ناخذ المقلات غير لاصقه. كندير فيها معلقه ديال زيت الزيتون فقط، معلقه. هانتوما شتو ما كاينش الزيت بزاف، كنحاولوا ندهنوها، ما غاديش نسخنو حنا الزيت باش يتحرق لينا نهائيا، كنسخنوش الزيت. والمقله اللي غنديروها فوق العافيه غادي نوريكم، انا عندي المقله خفيفه، غادي ان شاء الله غندير لها الحديده ديال الطاجين، وغادي ندير عافيه مهيله باش ما تحرقش لينا الزيت، وباش حتى الاومليطه ما تحرقش، حيت الا جعدنا لها العافيه الاومليطه من التحت غادي تحرق لينا. تبعوا معايا غير النصائح غادي تنجح معكم هذه الخبزه. كنطربوا مزيان هاد البيض بهاد الشكل، صافي تنخويوه في المقلات اللي تكون مدهونه. كنخويو هاد الخليط ديالنا، كنحاولو نضيعوه، واصلا غادي يضيع بوحدو، وكنكونو شعلنا البوطه وغادي ندوزو ان شاء الله نطيبوه. اخواتي انا شعلت البوطه، هانتوما درت الحديده، ردوا البال الا كانت عندكم هاد المقله خفيفه، واخا تكون المقله ثقيله دائما عافيه ما تجهدوهاش بزاف،
وكتحطوها باش ما تحرقش لكم الاومليت من التحت صافي، وكتخليوها طيب. ومن الاحسن ديروا ليها شي غطاء من الفوق باش رد عليها الصهد، وكنخليوها عافيه مهيله كتاخذ منها 4 دقائق 5 دقائق كتوجد. انا ملي غادي طيب ليا من الفوق من التحت غنحاول ان شاء الله نوريكم ونقلبها على الجهه الاخرى. ودابا اخواتي هانتوما هي طابت من هذه الجهه، قرب لكم الكاميرا طابت، غادي نهزوها دابا وغادي نقلبوها، وضروري تخليوها تطيب باش ما تخسرش ليكم ملي تبغيو تقلبوها. صافي صافي، دابا الجهه التحتانيه ما غنخليوهاش بزاف، هذه خليناها مده طويله مع كنا مغطينها، يعني راه طابت غادي غير تحمر شي شويه، نخليوها شي دقيقه ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي اخواتي ديال الاومليت ديالنا بالشوفان بعد ما كملت، سهله كتوجد 5 ديال الدقائق، صحيه في المتناول، وكذلك كنتمنى نكون لبيت الرغبه ديال الاخوات اللي كيطلبوا مني وصفات بالشوفان، وان شاء الله كنبحث باش انني نوجد لهم المزيد والمزيد من الوصفات. كنتمنى تعجبكم الوصفه، غنقسم لكم كيفاش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي رائعه البنات وكتجي بنينه، غير جربوها وردوا عليا هانتوما كيفاش كتجي، كتجي غزاله غزاله غزاله، غير تبعوا يعني المراحل وغادي تعجبكم ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم الوصفه، الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش دائما ديروا ليها لايك، ما تنساوش البنات بارطاج الوصفات بين الاهل والاحباب في وسائل التواصل الاجتماعي، واللي عنده شي سؤال او استفسار يخليه ليا في التعليقات، انا راه الاشاره، واللي بغى يتواصل معايا كنخلي وسائل التواصل الاجتماعي في صندوق الوصف. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع الوصفات، وكذلك على التعليقات الطيبه ديالكم وعلى المتابعه، وكنشكركم بزاف، كنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ووصفه قادمه ان شاء الله.